طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية مع العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: رفض شعبي في محافظة البصرة لتظاهرات تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم. وفي العنوان الثاني: استمرار اعتصامات حملة الشهادات العليا أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد. أما في العنوان الثالث: السيطرات ونقاط التفتيش في بغداد تزيد من الاختناقات المرورية ومن حركة المواطنين. أما في الخبر الرابع والأخير لهذه الحلقة: صفقات فساد كبيرة في بناء المدارس بمحافظة كربلاء بعدما أزيلت المدارس القديمة بحجة بناء مدارس جديدة. ومن العناوين إلى التفاصيل: تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يعتزم القيام بتظاهرات يوم الجمعة المقبل في المحافظة وعدد من المحافظات، ويعتزم التيار تحويل التظاهرات إلى عصيان مدني إذا لم تتحقق مطالبهم المتمثلة بتحسين أوضاع المعيشة كما يدعي، والخدمات والأمن وحصر السلاح بيد الدولة. دعونا نتابع رسالة أتباع عمار الحكيم الآن على بركة الله. إحنا بالبصرة، الفيحاء، فيحاء الجنوب، المدينة الأقرب إلى قلبي، شهيد المحراب وعزيز العراق وسماحة القائد السيد عمار الحكيم، جينا وحكينا بالمظاهرات المليونية اللي راح تكون يوم الجمعة القادم بإذن الله، واللي نرفع بيها راية شعبنا ووطننا والمطالب الحقة، وجمهور وقيادات هذا الحضور القيادي البصري يحب يوجه رسالة لكل أبناء تيارنا وإلى قياداتنا وإلى سماحة السيد عمار الحكيم، فش تقولون؟ عارف بينا وحجم عنك، عارف بينا وحجم عنك، عارف بينا دعوة تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم قوبلت برفض شعبي من متظاهري البصرة وناشطيها، واعتبروها محاولة من التيار لركوب موجة التظاهرات لتسييسها لصالحهم، حيث خرج الناشطون في البصرة ببيان يعبرون عن رفضهم لتظاهرات أتباع عمار الحكيم في البصرة. دعونا نتابع. باسمه تعالى اجتمعت مجموعة من ناشطي وممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي عن تظاهرات البصرة لتبيان جماهير البصرة أنها تستنكر أشد الاستنكار بتسييس مظاهرات جماهيرها المطالبة بحقوقهم، وترفض ركوب هذه المظاهرات من قبل أي جهة سياسية، وخاصة التي فشلت في قيادة البصرة وسبب من أسباب تدهور وضعها الحالي. وكذلك نؤكد بأن البصرة وجماهيرها لا تقف مع حكومتها المحلية المقصرة في استحصال حقوقها وعدم تجير هذا الموقف لجانب الحكومة المحلية وخاصة المحافظ ومجلس المحافظة، ونكرر مطالبنا التي طرحت في جميع المظاهرات وعلى رأسها توفير فرص العمل والحياة الكريمة لأهلها وحقوق شهدائها وضحاياها، وتوفير جميع الخدمات وإبعادها عن الصراعات السياسية، مع ضرورة استبدال هذه الحكومة المحلية التي فشلت في استحصال حقوقها المشروعة. كذلك تتحمل الحكومة المحلية إعطاء الإذن والسماح لإقامة التظاهرات التي تقف لها يوم الجمعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد المواطنين من محافظة البصرة وجه رسالة إلى عمار الحكيم قال فيها: إن البصرة ليست ملكا لك وليست ملكا لأحد، فهي مدينة حرة وستبقى حرة. دعونا نتابع رسالة المواطن البصري. بس هاي الريتيل يعني من تد نصراوي جبت لنا شركه هيل انترناشونال وياه، هاي الشركه انت حسب ما قلت
هاي تصور بس هم يقولون حصتنا احنا يعني المحافظة ادري حصتهم كذي فصلية ماخذ العمار الحكيم اذا البصرة فصلية العمار الحكيم فابويا احنا ساكتين بس البصرة حرة البصرة مو فصلية مو فصلية العمار الحكيم وغير عمار الحكيم البصرة هاي البصرة حرة ابي قبل الحكيم وقبل سلالة البصرة موجودة مو يتلاعب بها عمار الحكيم وغير عمار الحكيم واحد يقول له بغداد إليك واحد يقول له بصرة إلي عمي هذا العراق هذا العراق هذا هاي البصرة مو جايين انتم جامس جيتوا للدنيا شين البصرة إلي يجي علي هذا شيخ ساعدي ما ادري شين حميد معلل ساعدي البصرة بصرة البصرة إلي منين جتك إلى تفاصيل الخبر الثاني. تتوصل اعتصامات حملة الشهادات العليا قرب مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة بغداد للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتوظيفهم وعدم إهمال هذه الشريحة التي بذلت جهدا وتخطت المصاعب للحصول على هذه الشهادات. أكدوا بقاء الاعتصام لحين تلبية مطالبهم حيث افترشوا الشارع منذ أيام دون مغادرته. دعونا نتابع. أما القوات الحكومية وفي أكثر من مرة فقد هاجمت المعتصمين أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من أجل فض الاعتصام وإبعادهم عن مبنى الوزارة. دعونا نتابع. إلى تفاصيل الخبر الثالث. نقاط التفتيش والسيطرات والحواجز الأمنية داخل العاصمة بغداد ترفع من حالات الاختناقات المرورية في الشوارع. على سبيل المثال نقطة تفتيش في بغداد الجديدة تزيد من أزمة الازدحامات بحجة أن هناك عملا في السيطرة. يتساءل ناشطون وأهالي بغداد لماذا لا يكون العمل في السيطرات ونقاط التفتيش في ساعات الليل كباقي الدول لكي لا تعيق من حركة السير، وتساءل أيضا إلى متى تبقى هذه السيطرات تعرقل من حركة المواطنين دون فائدة تذكر. دعونا نتابع هذا المقطع.
سيطرة أخرى وفي العاصمة بغداد أيضاً وبالقرب من منطقة الشعلة شمالي غربي بغداد. كذلك تعرقل إحدى السيطرات من حركة السير ما تسبب باختناقات مرورية ليضطر السائق للانتظار لساعات طويلة وبهذا الجو الحار. أحد المواطنين صور المقطع التالي ونشره على موقع فيسبوك. دعونا نتابع معاً. الله صورها هاي الحالة الطايحة السلام عليكم طلعت ايه بمرح الموظف الصالح إلى تفاصيل الخبر الرابع. صفقة فساد كبيرة في بناء المدارس بمحافظة كربلاء بعدما أزيلت المدارس القديمة بحجة بناء مدارس جديدة. ينتهي الأمر بالطلاب دون مدارس لا قديمة ولا جديدة. وصفقات الفساد جعلتها عبارة عن ركام تحت أشعة الشمس لتختفي ملايين الدولارات التي خصصت لهذه المدارس. دعونا نتابع المقطع التالي من محافظة كربلاء. ملايين الدنانير حرقتها أشعة الشمس وكما تشاهدون تحولت إلى نفايات وركام وحرم مئات الأطفال من المدارس. هذه المدرسة واحدة من عشرات المدارس في مدينة كربلاء. هدر للمال العام وفساد في أكمل الصورة. من المفترض أن الطلاب يروحون في مدارس قريبة عليهم ولكن بعد تهديم هذه المدرسة بدأوا يعبرون الشوارع ويستهقوا. أنا حتى ما أخذ بالحديث هواية اليوم راح نتناوله في تقرير مفصل على قناة آنيوس. والحجية نموذج للأم الموجودة في أحد مناطق مدينة كربلاء. الحجية احكي لنا شنو هاي المدرسة؟ كلام صار بيهم. هاي يوم المدرسة كل شيء ما بيها. إجوا ليها هدموها قالوا نريد نبنيها. خذوا فلساتهم مشوا. وظلوا هاي الجهات. لو استجرونهم بالأهلية، الأهلية ما عندنا فلوس. دروا. يسجنونهم بالأهلية، الأهلية ما عندنا، المدارس بعيدة، قامت الجهال تعبر، الجهال اندعمت، تكتلت، تكسرت، الله وكيلك، هسه هذا ابن ابني، أبوه حمال يحمل كراتين، الله يرضى يطلع بالخط، كل 15 يوم يطي 15,000. أنت بالمدرسة وين تداوم؟ أنا داوم من مدرسة أبو أيوب الأنصاري، اللي كانت هنا. عفوا. اجوا طلعوها قالوا نريد نبنيها احنا. اصدقائك وين؟ اصدقاء اندعموا اصدقاء يعني ما حد منعتهم. الى فقرة ارائكم. شاب من أهالي محافظة النجف لقي مصرعه من جراء التعذيب الذي تعرض له على أيدي الأجهزة الأمنية وذلك خلال التحقيق معه في حادثة بتهمة السرقة. رئيس اللجنة القانونية في مجلس النجف حسين العيساوي أكد أن الضحية المتهم ويدعى ماهر راضي بريء أصلا من التهمة وأكد أن استهتار بعض ضباط التحقيق
كان السبب في وفاته. دعونا نتابع صور الضحية الذي قتل بسبب التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة النجف، وهو بريء كما أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة النجف حسين العيساوي. جراء التعذيب توفي أو قتل إذا صح التعبير على أيدي الأجهزة الأمنية. هذه الحادثة وهذه الصور هزت الشارع النجفي بشكل خاص والعراقي بشكل عام، وأطلق الناشطون تعليقاتهم حول الحادث مستنكرين هذا العمل. دعونا نتابع بعضا من التعليقات على موقع فيسبوك. ولا حميد، هنا تسكب العبرات، ترتكب الجريمة من قبل موظفي مكافحة الجريمة وفي دائرة مكافحة الجريمة للأسف. أحمد علق، خلي نشوف منو الأغلى عند حكومتنا، المواطن الإيراني أم العراقي؟ رائد ياسر العبودي، راح تمر مرور الكرام، لو إيراني كان تحركت الدولة وحقك، بس هذا فقير. أبو مرتضى رباعي، عمي ترى بالمكافحة كل واحد يدخلها ينكتل، ارحمونا يا ناس، هذه ديمقراطيتكم، الله أكبر. علي نذقال، لو كان إيراني كان حتى وزير الداخلية يحكموه بسجن 6 سنوات. سمية حسين، شرطة السجون هم الضباط عايشين على الرشوة، بيوتهم قصور من فلوس الحرام. والآن مع فقرة هاشتاج. أطلق الشباب البصري هاشتاجا على موقع تويتر بعنوان ابتعدوا عن البصرة، وذلك للتعبير عن رفضهم لتدخل الأحزاب في صراعاتهم من أجل اقتسام ثروات البصرة الغنية بالنفط، خاصة مع دعوة تيار عمار الحكيم لإطلاق تظاهرة مليونية في البصرة. دعونا نتابع بعض من هذه التغريدات على موقع تويتر. فاطمة بنت الجنوب، تيار الحكمة سيقود تظاهرات من أجل المغانم والبصريين يدفعون المغارم. عزيز العراقي، خراب البصرة من الأحزاب التي تطمع بخيراتها وأهل البصرة فقر وبطالة، وأنتم تتقاتلون على النفط والموانئ والمعابر الحدودية. وتحت هاشتاج ابتعدوا عن البصرة غرد إسماعيل الصراع على نفط البصرة وموانئها وليس لخدمة أهل البصرة، لعبتكم مكشوفة وأوراقكم احترقت. ثائر الصبيحاوي، ليش ما تتظاهرون في محافظاتكم؟ لأن يعني كل المحافظات بها نقص خدمات، ليش تجون للبصرة؟ هذا الأمر يدل أن الحكمة غايتها سياسية وتريد السيطرة على ثروات البصرة. ابتعدوا عن البصرة. الآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. شاب عراقي طالب في كلية الزراعة بجامعة ديالى يقوم بالاهتمام بالمحاصيل الزراعية، حيث يقوم بزرعها والعناية بها من خلال مكافحة الآفات والحشرات، ويهتم بشكل خاص بالنباتات المهددة بالانقراض. دعونا نتابع التقرير التالي. طبعا أنا كنت يعني مفروض أساسا أدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية يعني كأطول نبات قفص بالعالم، لكن للأسف الموسوعة دزت تحتفل لأنه ما عندها مكتب لازم يشوفونه. شفت نبات القفص عن طريق قراءة معلومات أنه من النباتات المعرضة للانقراض
بسبب يعني نقول قلة زراعته بالعالم. سويت طريقة تعديل على غش هرمونات معينة، خليت انه النبات ينتج 25 ضعف للبذور النبات الطبيعي، يعني بالتالي احنا بدل ما تزرع مثلا انت 5 دونم تزرع دونم واحد يعطيك انتاجية مال 5 دونم، وهو هذا اختصاص المهندس الزراعي. قدرت انه ايضا همينة ادخل الفرق الملونة محافظة ديالك اول شخص يزرعها ودهجينها ويا الفرق الصفراء حتى نعالج آفة حفار الساق اللي هو اللي يصيب الفرق الصفراء. وطبعا الفرق الملونة هي سلالة نادرة بالعالم. طبعا هذا محصول اليوم مثل تشوفون، هاي العشاق طماطم الف عافية. هي قبل كانت تنزرع قبل 2013 اول ما دخلت العراق الجامعه الدوليه قالت تنزرع يعني نقول الا ببيوت بلاستيكيه ومحميه لانه ما تتحمل اجواء. العراق يكون مصدر للمواد الغذائية ويعني بصورة عامة ومن المنتجات الزراعية أزيد من النفط، ويصير عندنا اكتفاء ذاتي. هذا حلمي وأنا إن شاء الله راح أستمر بهذا الشيء. بدأت تركيا باستلام منظومة S-400 الروسية المتطورة في ظل أجواء متوترة في المنطقة وتحفظ أمريكي على هذه الصفقة. والسؤال هو لماذا ترفض الولايات المتحدة حصول تركيا على منظومة S-400؟ دعونا نتابع الإجابة في التقرير التالي لموقع رصد. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.